الإلكتروني مساء الجهة. سعداء أن نستقبل الفنانة الكبيرة النجمة دنيا باطمة التي انتهت قبل قليل من إلهاب منصة كازينو. أول لقاء لك مع جمهور تمارا، كيف شي كلمة؟ أول شيء أنا تحية كبيرة للموقع مساء الجهة، تحية لكم لأنكم كتقربونا أكثر من الجمهور ديالنا. ثانيا أنا جدا سعيدة بهذا الحفل اللي خلاني نتقرب أكثر من جمهوري في المغرب عامة وفي تمارا خاصة. أنا جدا سعيدة لأنه كاع الناس جاوا من جميع المناطق المغربية، هذا شيء طبعا كيشرفني وتبارك الله عليهم كانوا رائعين. برافو عليهم غزالين كيحمقوا. أنا كان واحد تجاوب روحي بيني وبينهم الحمد لله، وكانت حفلة من أروع ما يكون ما غنساهاش. معجبين كنقول لهم من هذا المنبر ومن مساء الجهة، الموقع مساء الجهة، تبارك الله عليكم، وتشوفوا دائما حصرياتي على هذا الموقع، وكنبغيكم بزاف وتابعوا دائما جديدي. شكرا ونكتفي.